عشان الشباب بيجون بس نحتريهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يبارك فيك ويطول عمرك. أقول يا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم كل خير. طبعا اليوم تدشين براند لا يليون على شاشة قناة بداية نفس ما أنتم عارفين. طبعا البراند عمره سنة بالفعل، ولكن ندشنا اليوم في القرية، سوق القرية. فالبراند هو براند لاي ليون، هو عبارة عن عطور أذار وطويق وهوس ونجد وعفوا عبية ومعزي. طبعا أنا فكرت واقترحت أنه يكون البراند هو سعودي. طبعا نفس ما أنتم شايفين براند لاي ليون كل مكوناته وكل تفاصيله في السعودية، مصنع في السعودية. فنفس ما أنتم عارفين شرفوني اليوم رجل الأعمال سعد بن عبد الله السهلي. محمد بن مطلق السهلي ماسك سناب منبر قبيلة السهول عليه السلام. وبيض الله وجيكم يا أخويا اللي حضرتكم. الله يبارك ويطول عماركم. طبعا نفس ما انتم عارفين اليوم العطر، اول عطر راح نبدا فيه هو عطر اذار. طبعا عطر اذار يعني لي انا شيل كثير. عطر اذار يعني هو بدايه اول عطر انطلق فيه البراند. ما بعدها طويق، تعرفون جبل طويق ما يحتاج. وانت طويق يا ابو جالكم تسلمون. وهوس من هوس الناس في نجد سميتناه هوس. ما بعدها عطر عبيه، تعرفون ايش عبيه؟ الفرس اللي تزيبها الملك عبد العزيز. وايضا معزي جعلكم تسلمون. فانا فكرت واقترحت اني انا اخلي البراند سعودي بحت. جعلكم تسلمون. مرحبا والله مسهل. الله يوفقك. الله يوفقك ابو حمد. مرحبا والله طيب. طيب. وثاني حاجه ان شاء الله يا رب على عرس. شكرا طول عمرك. قد حجم السماء والله اني صادق. طول عمرك لاخوي مضف لك لبي. الله يرضى عليكم. بيض الله وجهه. وجهك جعني معدم راسك. من امس من اول ما درى ان تدشين اليوم تدشين براند لاي ليون وهو على قدم وساق. يشهد علي الله انه يتصل علي ويتكلم يا ابو حمد وش تبيني فيه انا معك فيه. جعله والله يسلم والدك. مضاف والله العظيم عليكم انه اخو يطول عمرك. جعله والله يسلم. والله يجعلني ان شاء الله عند حسن ظني. عندي ابداعك ابو حمد يطول عمرك. جاب من عنده كيكه حلو يشهد علي الله انها تسوى عند جعل والدك بالجنه. والله اللي بخاطر شيء اكبر يا ابو والله محمد. والله وبالله الله لو ما احصل من تدشين جعل والدك هذا البراند الا كيكته. انا ودي اني افهم الامور ذي. والله وجهه جعل والدك بالجنه. وجهه جعلني ابكي. لا شيلها عندك حركات يا ابو شنب. والله مالي في الحركات. طلع يحس. والله مالي في الحركات. والله مالي في الحركات. حطها هنا. يا ولد قلنا نجيب اذا شرايح. شوف 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 ترى الحسود. ترى الحسود ما يروح دين. والله ما له حسود. ان شاء الله يروح حسود. كاتب عليه سكين على جنب. لا 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 يا الربع شوفوا دقيقه. فر على الكاميرا. والله ما عرفت من البراند الا اسمه. قسم ولا ودي اكتب العطر بعد لكن حل القسم جنبك. وما حد يتون يرى يجي على الرب يرضى عليك انها تسوى عندي وتسوى والدك. والله من طيب الله يشهد علي الله اني صادق. الله يرضى عليك. الكاميرا اللي معانا وينها؟ عندك هذه اقرب. عندك هذه. هذا كلهم قول. طبعا خلنا نروح نوريهم. نقولك تذكروا يعطينا شيء نبي ناكل. شوفوا يا رب. والله يا سعد جعل والدك بالجنه. لا مو شغال الكاميرا. الا جعل والدك في الجنة. جعلك والله تسلم. يشهد علي الله انها تسوى وتستوي عندي. جعلني فداك يا والله ما خلمك. والله اللي في خاطري اكبر والله من ذا الكلام. ولكن عاد هذا اللي جعلني والله ما حرمك. جعلني فداك يطول عمرك. وجهك لبك ابدك. وجهك يا ابو حمد. بيض الله وجهه. طبعا قبل ما صندوق لاي ليون. قبل ما نقص الكيكه ابي اخذ من كل رجال كلمة يقدمها بمناسبة التدشين. فأول ما أبدأ
الربع اللي جو معي جالكم تسلمون وانتم اخوان ما يحتاج اخوان ف طلع عند ابو عبد الله. ابو عبد الله تفضل طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا والله العظيم. الله يبارك لك ويوفقك ان شاء الله. جعل عمرك سنين. وان شاء الله انها انطلاقه لرجل اعمال مميز باذن الله. نشوفك ان شاء الله في السنين القادمه في مجالس اقتصاديه عظمى ان شاء الله باذن الله. وانا متامل فيك ونظرتي فيك ان شاء الله ما راح تخيب. عزمك واصرارك والعمل اللي تشتغله يعني يمكن اللي في الاعلام ما يعرفون لكن من تحت انا اعرف بعض الاسرار اللي انت تتعب عليها ومن تعب وصل. وانا باذن الله باجي يوم ابارك لك بوصولك. طبعا هذا ابن عمي رجل الاعمال سعد بن عبد الله السهلي جعله والله يسلم. دائما في كل امر ولا في كل منافسه ولا في كل شيء اول ما يرفع عليه سماعه والله من طيب راسه. جعله والله يسلم. طيب راسه جعلك تسلم. تفضل يا ابو مطلق. طبعا ابو مطلق هو ماسك سناب منبر قبيلة السهول جعله والله يسلم. سعد درى ان عندي تدشين في القرية قال يا ابو حمد ابشر بسعادك وانا معك. جعلك تسلم وانت تستاهل. لكن انت يا خالد ترى من بداية تواجدك في الاعلام وانا اشوف فيك الاعلامي الناجح. جعلك تسلم. وايضا بعد ما شفت عطرك اشوف فيك التاجر الناجح. الله يطول عمرك. تستاهل والله يا ابو سهل طيب. الله يطول عمرك. من بداياتك وانت ما شاء الله تبارك الله تملك الكاريزما. الله يسلم. لك جمهور لك محبين. نتمنى لك التوفيق. الله يطول عمرك. انا واللي معي من اعلامي القبيله ايضا حتى اخوياك داعمين لك لانك انت تمثل الشاب السعودي الطموح. الله يطول عمرك. لا في مجال الاعلام ولا في مجال التجاره شخص نزيه نظيف. الله يطول عمرك. اخلاق ما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك. ابو حمد انا من يوم ما شفتك وانا قلت باذن الله نشوفك النجم الاول في السعوديه. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. وبقول كلمه انت ويا الربع متنافسين عسى الله يوفقكم تنافسوا لكن ترى الاول لنا تنافسوا على الثاني عساكم على القوة يعني والله ما خلا منكم في كل ميدان ندخله ولا في كل منافسه يجي فيها والتفت عليكم لكم معي يعني والله ما خلا منكم ابشر بالسعد يا عماركم سنين يعني والله ما خلا ابشر بالسعد يعني والله ما خلا منكم تستاهل يا عماركم تستاهل يا عماركم تستاهل انا عاد اخذ كلام من اخوي انا معلش طمرت انا معلش عندك جبر لا جبر انا اخر واحد انا مسوق هو العظيم ترى اي محل ما يحتاج ما يحتاج تفضل اولا عسى ربي يوفقك يا ابو حمد وانت من الناس اللي اثبت نفسه بنفسه جعل عمرك سعيد ونجحت ونجاحك يزودنا جميع ما يزودك انت لحالك يزود كل طيب عسى ربي يوفقك ومن تقدم لتقدم وحنا مع قلبا وقالبا جعلك تسلم وعساها بدايه خير لك في ذا البراند وانا اقول طول عمر السلامه اليوم كل كبركه اليوم خليتنا نشوف الربع الغالين اللي مبطين منهم يا عمرك سنين وعسى ربي يزودهم وانا اشهد بالله ان اللي معها مثل ربع خالد السليم عليه اخو عليك زود عسى ربي الله يطول عمرك عليك زود والله انا لابس بدله ترى ما دريت اليوم في ديتشين شوف اول شيء ابو حمد انت شهادتي بك مجروحه الله يطول عمرك من اول ما طلعت من برنامجنا ورحنا وياك مع بعض يوم طلعت عطورك انت ايه؟ انا علمت وقلت وقلت عطورك ما شاء الله تبارك الله وانا ذوقي بالعطور صعب جدا خاصه طويق عندي ثلاثه من اول البيت الان فالله يوفقك يا ابو حمد اللهم ويرزقك من حيث لا تحتسب اللهم امين وان شاء الله فاتحه خير عليك يا رب الله يعطيك العافيه الله يعطيكم العافيه عزيزي يا مرحبا بروح هبد وبجي ارحب يا مرحبا ومسا ايش حالك الله يطول عمرك بس عليكم كلكم تراني بجلس هبد وتحملوني خذ راحتك دز الله يوفقك يا ابو حمد ان شاء الله ويسر امرك يسمح دربك وبدايه موفقه ان شاء الله وانت الصدق انا اشوف الانجاز بعيونك اي والله العظيم اني صادق واشوفك كيف انك جالس تشتغل على البراند من اول ما يوم لك كان هنا في البرنامج الله يطول عمرك الله يوفقك ويسر امرك يقول تنافسوا على الثاني ويسامح دربك هلا ولا دايم لنا والله انه يستاهل شيء ربي يوفقك الله اياك الله يطول عمرك طولت الشغل طولت الحمد اول شيء ابارك لك يا ابو حمد على افتتاح المحل الله يطول عمرك جعل ربي يوفقك التوفيق الطيب احنا كلنا قد شمينا عطراتك والله العظيم يا عطراتك انها مختلفه جعل ربي يوفقك التوفيق الطيب ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله انك تصير صاحب شركات عليا باذن الله باذن الله جعلني ما خرمت الفال التوفيق فالكم يا مرحبا يا غالي
الله يحييك. الله يبقيك طول عمرك. انا بحاول اختصر قدر الامكان عشان الشباب كذا. اول شيء انا قد قلت لكم من زمان انا من الاشخاص المعجبين بعطورك وقد قابلتك في المعرض والان زي ما شفت رذاذ وش اسمه العطر الثاني؟ أذار والعطر الثالث طويق كان طويق انا عندي منه اثنين في البيت وما شاء الله تبارك الله الرجل انيق واعلامي ناجح وان شاء الله البراد ذا يكون ناجح ولك من اسم عطرك طويق نصيب التوفيق قدامك والنجاح قدامك عسى الله يوفقك حلال وياك يستاهل يستاهل اولا يا خالد نقول لك عسى الله ان الله يوفقك ويسهل امرك ومن توفيق الى توفيق ان شاء الله ومن علم على الى اعلى باراده الله الواحد الاحد. ثانيا انا شهادتي في العطر عبية اللي روحتني اياها في المحطه عبية شيء ثاني مختلف جدا ولا قصور في العطور الباقيه. ثالثا اسى الله ان الله يوفقك ويسمع دربك ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. محمد يا مرحبا صراحة عليكم السلام والرحمة والخير جميع أول شيء الله يحييكم يا ضيفان مرحبا بكم ومسهلا ونورتونا ونورتوا القناة. الأمر الثاني الله يجعل ربي يوفقك والفال الطيب إن شاء الله توك وبراندكم الأول تشوفونه الأول إن شاء الله وحين براندنا بعد راح نشوفه الأول الله يجعل ربي يوفقك. وياك سهلا تعال محمد خلني اقرب منك الله يبقيك داك اول شيء والله انه مرحبا بكم مسهلا وانت ابرك اللي جبتنا ربع الغالين الرجال اللي انت تقول موقفه معك من زمان بيض الله وجهه واللي معه بنعم مثل الرجال ذا ما ينخاف عليه وانت استاهل من طيب وهو سنافي والرجال ذا ماني بحس لكني اغبطه ترى الرجال يمسك امور القبيله في الوقت الحالي الحين تراه ينغبط ليه؟ لانه قايم من طال عمرك في مواجيب القبيله اللي هو ما يشوفها شيء لكن حن ما حن من نفس القبيله نقول بيض الله وجهه بيض الله وجهه علم طيب وهو راعيه. اما بالنسبه لك يا ابو حمد يقول من جد وجد ومن زرع حصد انت تتعب وهذا طال عمرك ثمار تعبك اللي في دقه التفاصيل جايبها جعل ربي يوفقك في عطورك والله ما تحطني اسماها ولو الدنيا عدها واحد واحد لكن جعل ربي يوفقك وهذه طال عمرك ما هي بنفسها لا والله رزق من الله سبحانه وتعالى يجيبها الله سبحانه وتعالى سواء انها براندي ولا براندك ولا براندي الثاني والثالث يا رب يكتب لك الخير والتوفيق. الله يطول عمرك طول اعماركم. ختاما عندي اسلم والله الكلام واجد يا ابو حمد سم والله الكلام واجد سم. ولكن باختصرها بقول فالك التوفيق والنجاح يا عمرك والله اني صادق والله الكلام والله واجد جاني والله ما جاني داك طول عمرك لا لا انا مسوق زني راعي محل جاني داك طول عمرك يرضى عليك يا ابو حمد الله يجعل ربك اظن حاجه يسويها مضى ابشر بس اشتري ما جاب لنا هذا اسمها الكيكه ايه يقطعهن لا والله ما يقطع الا ابو حمد وضيفان عمرك سنين بدون قصور فيكم طبعا والله اني صادق نقطعها كلنا يلا تم والله نافع عيوننا انها مطحنه جاني فداك طول عمرك عبد الله تعال الله يرضى عليك والله انت والله لا 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 والله 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 تعال يلا خلي ترى احنا انت والله لكم حق والله العظيم والله عليك تقدم عارف نفس من الرجال يا خالد سعد حيلان تقدم شغل ان شاء الله معكم كلنا يلا اقرب جينا بسوق القرية جينا نعيد الماضي في بيعه وفي شاريه والكل من ما راضي تبقى المحبة تبقى والشوق عقب الفرقة ولنا المراتب نرقى أهلا بسوق القرية أهلا بسوق القرية لنا مرحبا الحين اقلطوا في المحل ما شاء الله تبارك الرحمن ادقوا في الايجار ما شاء الله انا ابي اكل طيب قولوا لا اله الا الله
جالك تسلم. يعني التفاصيل كلها بدقة. طبعا اول عطر اول عطر عطر اذر اللي هو عطر اذار حلو هو اول عطر راح نبدا فيه ان شاء الله باذن الله الاسبوع هذا وباذن الله انه ان شاء الله بيكون العطر المكسر الدنيا باذن الله جعلكم الله تسلمون الله يوفقك وياكم الله يطول عمرك وياكم جعلكم تسلمون أذار ما يخلي لك أعذار. والله ما شاء رايك؟ وجهك أبي أنت وش العطر اللي يعجبك؟ أخذ منه. يعجبنا هذا طالع مسوق حق. هذا سهل بشرب سعادك بشرب سعادك. أنت بدي أتنج. يجي عليك والله تسلم يا أبو هادي. انا ترى ما اعرف تكيت ولا اعرف يا لك والله تسلم على طول ها باسمك ذا ايش رايك بس حلوه 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 ايش رايك ترتيب يا ابو حمد طبعا نطلع من نستريح برا يلا تفضل نستريح برا عشان امشي عليكم شخص شخص كل واحد كله اسم كل واحد اللي يحبه كل واحد منكم ياكل له اسم اللي يحبه يا مرحبا والله ومسهلا يا مرحبا يا مرحبا وياك وياك الله يطول عمرك من جد وجد ومن زرع حصد يا عمرك سنين وانا اخوك يا عمرك سنين مرحبا 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 والله مسهلا استريح استريح يا رب استريح استريح يا رب استريح 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 ما انت جاينا عشان نفطر ابشر بسعدك ابشر ابشر لا والله ابشر لا والله ابشر مضاف استريح 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 شوي خمشي هذا بعدين نرجع لك يلا جالك تسلم ما تندشن يا ولد اسرع والله والله الله 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 انا قلت والله ما يصبر لنا طبعا طلبه انا حالف كفر كفر انا حالف والله العظيم ما يصبر لنا طبعا يا الربع قولوا لا اله الا الله حق الحلا هذا اللي زينونه أسر منتجة بكل أمانة بكل أمانة شهادتي فيهم مجروحة أنا وين ما شارك في إيفنت ولا وين ما أروح ولا وين ما أروح في لقاءات نتواصل معهم رغم منهم مشغولين ولا هم فاضيين تتواصل معهم في خلال نص ساعة لهم جاهزين لكل شيء باسمك وبكل شيء وبيض الله وجيههم جعلهم الله يسلمون استهلون والله استهلون الاسم ما سجل منه عندي بس الاسم بحطه في سناب يعني شوف يا رب تبي اذار تبي طويق تبي هوس بس شرط يا رجل خالد السهلي لا حد يقرب انا باكل خالد السهلي لا حد ياكل خالد السهلي انا حطاني على اسمه باكل خالد السهلي وده اقول امر ربع عندهم انتخابات وده لهم انا الحين ادور سجلات اللي بدور سجلات خالد اطلب لي في شيء غير خالد السهلي باكلك الحين بيض الله وجهك طلبه يا ابو حسن بيض الله وجهك انت بيض الله وجهك بيض الله وجهك سلم والله خدمك هو اربع صح ايش قلت الزواج اي الله الامور اللي تبي الله اني صار خذيت طويق يا سعد ها ما تفي شر الله بس لا في دمك طويق اطويق انا احبه جال عمرك سنين خالد السهلي لا لا خالد السهلي الجوال شرب سعد لا حد يقرب خالد السهلي ما قال السهلي اعوذ الربع موقعين في طويق والله كبدك جعني والله ما خلا منك والله خلا منك وانا اخوك عشان ومرحبا مرحبا والله ومسهلا لا والله عظيمك والله انت خليها والله انت خليها والله نظف مك مك طلع الدويل يا ولد بالله كيف والله لا تستاهلون يا ولد ايش تقرب خالد السهلي انا كليت خالد السهلي بالغلط دقي باكل طويق عذار عذار يلا والله والله طيبه يا ابو حمد جعل جعل عمرك سنين جعل عمرك والله طيبه سم سم جالك والله تسلم اعطنا هذار يلا جالك تسلم استريح يا رب استريح استريح جم سم سلم هذا سهل يا حبيبي جال عمرك والله اللي مرحبا ومسهلا والله اني صادق تبقى والله سلام
الحين فعلا الكيلون لا لا قهوه كذوب طبعا يا الربع ما دام ان الله جمعكم بطيبكم بعطر اذاره هو العطر الاول نفس ما قلت لكم هو عطر الاسبوع نفسه الله يطيب عملك في زواجك ان شاء الله جعلك والله تسلم مرحبا مرحبا والله مرحبا الله يطيب اعمالك يا ابو حمد بعرسك ان شاء الله حضور جعلك تسلم في عرسك يا ابو حمد حضور حلوى حلوى ان شاء الله حلوى امك ها يا لبي ابراح اغسل ثوبي بوجهك وانا ما يبين لك اسرع 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 لا انت طيب الله طيب الله اعمالك وفالك تعال من جبوك الجنة لا انت شاحس بدك من النار يا الله وجهك يا عطي بحظك جعلك تسلم شايف من داخلك بالجنة بدك مجنون النار هذا عاد صديق انا في الشبر هذا ادار وين ما تروح تاخذ معاك جعلك تسلم يا سعد خل استاهل الطيب انت تضرب كذا التمر انا ولا اشوف لا ما راح اشوف ولا يعني تصيد مكان اي مكان اي شيء وجهك صدر اي شيء خلاص انا عندي ايه البساطه حلوه بس طبعا يا رب انا عندي كلمه اول شيء بيض الله وجهكم انتم اخوان ومعي في القناه وجعلكم تسلمون وجهك يا ابو حمد بيض الله وجهه ابو عبد الله وبيض الله وجه ابو مطلق والله ذم من والله انهم منشغلين في المقر وعندهم تصويت وعندهم امور وسجلات وانهم منضغطين لاخر درجه وانتم عارفين ما عاد بقى الا يوم الاحد تعلن النتائج اللي هو الاحد ذا نسال ان الله يوفقهم والله ليهينكم ويبيض وجيهكم يا ابو حمد وين ما احط عيني اشوفكم قدامي ابو حمد ما نبيه يا ابو حمد لبيك انا اقول لو ما انت طيب وهم طيبين ما تعنوا وخلوا اشغالهم وجاوا جعل عمرك سنين والله اني صاد جعل عمرك سنين والله الله يبيض وجيههم وانتم سنين صبر تستاهل يا ابو حمد وحنا نفرح بالنجاحات هذه جعل عمرك سنين وانت ناجح دائما شوف جعلك والله تسلم جعلك والله تسلم مرحبا والله ومسهل والله اللي مرحبا ايش رايكم يا ربع في العطر حلوه والله شيء ما في الحكي صد صد كل واحد والله العظيم ما في كلام والله لا هو ولا اخوانه اللي معه اي يعني شوف زي اذار ريحه شوف طويق يبعد عن نفس ما هو بنفس شوف انت لو تتكلم عن العطور ترى والله اني اتكلم معكم جاد في هذا الموضوع ترى العطور اللي عندي اي عطر منها تدون يا رياجي اني اتعب على العطر ما يقارب يمكن شهر شهرين لاجل وش لاجلني انا اصنع عطر انا يا خالد ابي اطلع العطر ما ابي اتردد فيه تخيلوا يا شباب ان العطر الواحد اطلع له من 15 الى 20 عينه شوف من 15 الى 20 عينه من 15 الى 20 عطر وما طلع من هذه الا عطر اني تخيل اني من 15 الى 20 عينه يعني وتشم وتشرب قهوه وتشم بعد والله العظيم لدرجه اني تعبت ازهل تعبت اي والله عقب التعب هذا المحصول الطيب يا ابو حمد جعلك والله تسلم فاي عطر من العطورات طبعا اول عطر تعبتنا فيه اللي هو عطر اذار لاني انا تراني محب للعطور من اول من صغري وانا احب العطور فأول عطر آذار أتعبني جداً إلين طلعت العطر اللي يملى يدك أنا أفكر فيه أنا ما أفكر يا خالد في المال كثرني أنا أفكر كيف أني أنا أرضيك يا العميل هذا إيه لأن المال ممكن أنك تبيع 3000 4000 5000 إلى 20000 عطر وبعدها تجي تفتح محلك ما حد يقبر عليك عكس أني أنا أبيع 10 عطورات في اليوم ولكنها مستمرة يا سلام يعني 5 ريال مستمرة معك ولا مليون منقطع يا سلام 5 ريال كم تستمر معي اي 5 ريال تستمر معي 5 ريال تستمر معي في مسيرة نجاحاتي ولا مليون يجيني مرة واحدة وينقطع صح فالواحد يحرص انه كيف انه يرضي العميل وكيف لكن مثل ما انتم تشوفون العطورات اللي في السوق والعطورات اللي منافسينا اكيد لازم انهم يتعبون تعرفين العطور واجد العطور وين ما تلف عينك بتشوف قدامك براند ولا عطر عطورات واجد بس من اللي يثبت نفسه العطورات مليون واللي يثبتون نفسهم 10 صحيح الله يجعل ربي وقت شوف شلون القوة فاللهم لك الحمد طبعا البراند اللي ينشد من الشباب وكم عمره طبعا البراند ترى عمره سنة ما شاء الله فعليا عمره سنة أبدأ بعطر أذار ثم أطويق ثم راح الهوس ثم عبيه ومعزي ترى عبيه ومعزي ثنائي عبيه ومعزي
اقدر اطلب واحد بحاله ولا العطور طيبه؟ لا لا تقدر تطلب واحد بحاله. اساميها بعض العطور طيبه واساميها طيب. جعلك والله تسلم. فانا انا انا افكر كيف اني ابرز هويتنا العربيه. هويتنا العربيه كيف اني انا ابرزها؟ العطور مصنعه في السعوديه. يعني ادق التفاصيل ادق التفاصيل مصنعه هنا في السعوديه. ما في اي حاجه صنعتناها من برا او ان جبتناها من برا. كل الاشياء اللي انتم قاعدين تشوفونها وطني مصنعه في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه. ومرحبا والله ومسهل. الله يبارك فيك. تقويتم يا ربي كثر خير. مودكم طول عمره. مودكم تاخذون لكم عصير. تبردون عقلكم. مو ضافي بي عصير. لا والله انا ان بغيت شربت ما عليك مني. مضاف الله جعله يسلم والله يا رجال. الله يطول عمرك. يا يا شهادتي فيه مجروحه يشهد علي الله يرضى عليه. تحط علي انه والله اسنافي من اول ما بلقوني امس الاداره. فانا اعتذر اذا حصل فيه تقصير في المحل او حصل او حصل فيه شيء يعني في التدشين. لان مثل ما انتم عارفين ما بلغونا الا امس بعد الهواء. فانتم عارفين من بعد الهواء الساعه 12 مقفلين المحلات. فانضغط ضغط يعني قوي لاجلني ابي اطلع المحل اجمل من كذا. ولكن ان شاء الله اللي تشوفونه ذا انه ان شاء الله مجمل طلع اجمل. عيونكم والله تجمعت والله يبيض وجهك. جعل عمركم السنين ساك على القوه ان شاء الله. ابو حمد يمكن القصور يلحقنا احنا ودنا الحين دارين من برا بضالهم بياتوا. جعل عمرك السنين كل الربع ضاله في خطرهم مثل الكلام. جعل عمركم السنين ومرحبا والله ومسهلا. مرحبا وجهك ابيض ما سوينا شيء. مرحبا حق واجب. عسى ربي يوفقك يا ابو حمد وياك الله يطول عمرك. ولا قدم كل شيء طيب. جعل عمرك السنين وانا ما دام ان تسجيل محمد نبي نسمع من صوتك. اوه يا ملوبي يا محمد يا ملوبي. كل شيء لخمه بلخمه. يا سلام اسلم ملوبي. خلها على راحته تكبر عشان الناس يعرفون. صاير نجي على جو صدى صدى. اللي علشان معك زيت بيالي رجلي على حالها وانا على حالي والكسر ما هو بفي رجلي عليك اللي وانت السبب في الغراب الاول وتالي تكفي مراسيلنا العجلات يا خلي مما اخذ الاخبار ولا شوف الازوالي. الله صح صوتي صح صوتي نجار حسن حسن ارحب حسن يا حسن انت كذا بعد انا خمسين ما ايه. يلا يلا اسلم بعد انا ابغى من هنا بس اللي تبون تذكرني يا من اللي انت كانت تقول عبد الله يا من اسمك ما انت فاهم لا لا كبت لك هو خاطري ما هو اتعاوني خلاص السلام بجي والله عشان ما انسى يلا روح إيه خطيري ما هو بطيب ولا مرتاح بال والعرب ما عاد لي شف في منطوقها أتظاهر بالسعادة وأقول الحال عال ولا أنا ضيق ولا أخلاق طايح سوقها خطري ما هو بطيب ولا مرتاح بال والعرب ما عاد لي شف إيش بلا سجيت يا ولد ليه تخربه دخل بنيتي سلامتكم سلام صح صح ابدايكم خرج اصلا يا ابو هادي عز لا لا نبي ابو مرة ولا لا لا ما هو متعدي من عندك حمد حمد ما متعديت لا لا ما متعديت عطنا عطنا من الابيات اللي عندك ابشر انا مجهز
غير كذا صوتها حلو بعد. لا الصوت مرة حق الربع ذولا ما فيها مجال، لكن يقول حلو التصيف أبيات طال عمرك. والله إني ما أدري إيش أقول اللي في الخاطر. أبى أقول المطرباني بيتين، يقول والله إني والله إني فوق ما أنتي تهقوينه، صاحبش وحبيبش وأقرب إخوانش، كل شيء للرد على الطنينه داخلني في وجهي شو وجهي بانش. الله حمد يسمعنا صوته. إجادة حمد مطلوب بالاسم. خالد وجبر. لا ما عندي شيء. لا جبر ما نحتاجكم كلكم. مطلوب مطلوب بالاسم. راي يجي يبون يسمعون صوتك. صوتي انا؟ ايه الله الله انا الرجال طالبك بالاسم. تنزلني في سناب القبيلة. عطني عليك يا حمد لا تغني هدايا ولا منك. سلم وش يقول الوتد حمد سنين صدى 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 يا 9 سنين تربطها وش 9 سنين على عيد انكسر الو لبيه هي قلتها قبل شوي. يلا عطنا الثاني. البارحة طار الهوى جيسها الدام. طيب طيب هدى العيون اللي جرها المنامي. هدى العيون اللي هجرها المنامي. دق الوتاد ثم شايد بصدري يا خيام. فيني جها من صالف الايام حامي. فيني جها من صالف الايام حامي. سلامتكم. الله الله حبيبي الله يسلمك. جبر المايك لك. والله ماني بشاعر تحافظ تحافظ اسالته يعني اللي 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 طارف اللي بشيء مثل اللون شغل ماك شيء مثل اللون مثل اللون لا مثل اللون بنطلع فاصل ما اسوي يقول يقول ما تعرف يا طيب في دوام يقول بعد الفراق الخطير اللي حصل قبل عام بعد الفراق الخطير اللي حصل قبل عام لازال طريق بالساعة وبالثانية ايه بعد الفراق ايه خلونا من ذي. يقول زينك المتفرد المتكبر المتعالي من خلق في الأرض هذا شيء أحلى منه أنت ضرب من الخيال اللي يمر ببالي كل ما تطري تفز من الضلوع الونة أزرع المبري بري كبدي عليه وحالي لين مسكني طريق العالم المنجن غايتي في الأرض معك ورغبتي ومالي ما وراك من النعيم إلا نعيم الجنة. الله الله عز اسلم اسلم لا 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 اسلم لا بنوم ما في اسلم غنيتوا كلكم يا رجال يا ولد الرجاجيل يبون يسمعونك حق تشمر حق تشمر طبعا هذه هذه موهبه الشباب حق تشمر اللهم اللهم ترى نحفظ غير الغزل بس يلا كلنا يلا ضب ترى احنا بوريكم يا ضيوفنا لابد يا بعد حي ولا اجدادي ارحم اللي صاب داعي رحم اللي صاب تحله لو ذبح لي يا عرب عادي اللي احاتس يا عوض خله اللي احاسب يا عوض خله الحين مضف لازم يسمعنا صوته مضاف يلا مضاف يلا يلا ذاك اليوم حقت اللي غنيتها لنا قبل شوي والله انها بص اللي اللي بص بص ما ادري في صدى دقيقه لو سمحت خلينا نشوف في صدى اي سلام والله يا الربع قصيده شله
والله لا شله صوته والله حلو. اسلم سمعت اسلم نيام. الا يا الله يا اللي تحت هيبه سلطنتك اسلم. الله لك المسلم يسبح لك بحمدك والكل اسلامي. احمدك واشكرك واثني عليك بما علي انعمت وزدني في وفاء بر العشير ووصل الارحام. مدري الراح مصيبه لا تردت قيمتك في عين من قيمت يشوفك بالسهل وانت تشوفه بالسما الزامي. انت قفتش على عايز طول اسلم اسلم يا محمد من قال سالم ابغى الشيء ذي يعاوني فيها الزعزعي لا نسيتها الزعزعي ما خلاها كل شيء عندنا الزعزعي الزعزعي احتياط ما عندنا زوع عليك لانك جبل لانك جبل جبل لانك طويق الله الله صدقك الباكج ايش غنى بذا الباكج بكسر على راسه قال سالم ايش بتطيب وش إيه ليه المساع وقاشق قوي وطبا وليه الهبوب تصحي يلقى البلامات وليه القمر يدعي جريح المحبة ويقول له يا لا تحسبين دمعي نزل دون سبا أبكي من الفرقة وهي ما بعجت لا تحسبين دمعي نزل دون سبا أبكي من الفرقة وهي ما بعجت. اسلم اسلم يا دغش من قال سالم من الفرقه هذا والله الدقور ان الواحد يبكي من الفرقه ما بعجت القبور الله يعذنا وياهم اسلم نبغى نسمع منه اسلم يقول القبور من الرداده الرداده دائما الاعلامي اكيد عنده عنده مواهب مدفونه انا ما عندي الا شباب بس خلونا مع دغش فيها ابيات ان والله اني توني سامع عاقبي الله يجيبها يقول سولف ولا تكثر سوالفك طيب. الهرج مفتاح الصدور المقافي لما يحطك في مكان يشرف كله يحطك مضحكة للرياض يا سلام لا درك يا شيخ نبي نسمع ها عندكم يا ضيوفنا لابد والله ما شاء الله تبارك الله لا صوت زين ولا نب شاعر لكن اللي لو لقينا شيء نجاريكم انا سمعتك سمعتك وانت تغني صوتك يشبه بندر بن عوي لا 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 مو بعشان الشكل انشفك انشفك انت عندك هبد لكن صوتك زين اي بالله اي بالله هبدك واجد صوتك زين والله لكن اللي بقوله ما شاء الله تبارك الله انتم تجمعتوا وجمعتوا كل علم غان هرجل وقصيد وعلوم غان بيض الله وجيه وجهك ابيض وعز الله ان القناه ما قصرت اللي تنقل الشباب اللي ما شاء الله تبارك الله والله ما ادري وش اقول فيكم جمعتوا كل شيء الربع ان مدحت شيء بنسى شيء الله يطول حياتك حمد حمد والله هو نعم حمد انا والله ترى يوم دخلت انا ابو عبد الله نمشي نقول الصوت ذا من وين هو معهم مشترك والله ما شاء الله تبارك الله عمرك طويل ما صوت ما شاء الله تبارك الله علم غانم في ذمة اي والله في ذمة والله اني اسولف انا وابو عبد الله ابو عبد الله حمد عبد الله ما كنا نتكلم انت متاكد ان هذا الرجال ذا انا حمد منصدم والله انا منصدم والله يعني ما له حزن يستاهل والله الامن يهم وشاد كل العيال يمزحون لكن والله اني اقول الصاد ما شاء الله تبارك الله يعني ما له حزن لانه ما يغني واجد فاهم لا عمرك طويل يا رجال هو يسمع صوتي وانا داخل وحمد اللي برا ويحسب اني اللي غني انا ما عليك مني وانت والله ما شاء الله تبارك الله ما سمعنا صوتك هذا من قبل نطحتنا في الاستقبال والله الله يبيض وجيهكم ما تعرفونا نطحتونا في الاستقبال عند الباب سلمنا عليكم وطلعتوا بث لكن بيض الله وجيهكم وجهك الواحد يوم جلس معكم وعرفكم
ما يدري وش يقول والله. الله يطول حياتك جن عن ظنك وعن ظنك طيب. كان التنافس هذا رجيلة مرجلتهم قوية. أنجلة من بعدكم. لا زلت أقول أبشر بسعد. كفو 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 والله. أبشر بسعد كفو بسعد يعني ما خلاص. ويا مرحبا والله ومسهل بكل والله اللي مرحبا ومسهل نبغى كلمه من رجل ابو عبد الله عندك قصيده عندك شيء الله يطول عمرك والله لا عندك قصيده ولا عندك كان يدندن ابيات ولا انت رجعت تكلم في الاستثمار من الاستثمار عادي تم يا لا لا انت فيها الحين ما عاد كلام نصيحه في الاستثمار على الاستثمار يا ابو ما عاد فيها كانكم ما شاء الله كلام تعطينا نصيحه الله يوفقكم اللهم امين وانتم يعني يسلم ابو عبد الله البزنس ترى ما في منافسه في التجاره والله ما في منافسة ما في واحد يتقدم على الثاني في حتى لو انه منافسك في نفس مجالك ترى ما يعتبر منافس بالعكس ممكن تخدمون بعض نعم صدق ممكن انا ينافسني الرجل حسن في العطر اللي انا انتجه مثلا ممكن انا جودتي عليه ملاحظات لو نافسني شديت حيلي وطلعت جودة افضل فانت توصل للعميل بكره جودة كواليتي عالي خدمة افضل فتنافسون في الخدمات في الجودة في كمية نوعية المنتجات في التنوع في الأسعار فالعميل هو المستفيد وأنت مستفيد وحتى المنافس مستفيد لأنه ما في منافس لو في السوق لحالك ما طلعت بشيء شو بتسوي بتحط أطر واحد ومن بي ينافسك فالمنافسة ترى شيء جميل جدا في الاستثمار ومتعة جارك واتس طبعا متعة الاستثمار في المنافسة أصلا أبو عبد الله الله يوفقكم كلكم إن شاء الله أبو عبد الله جعل يسلم هو من رجال الأعمال في القبيلة جعل يسلم وكلامه والله مهم اي والله وانا والله اني استفيد والله العظيم من كلام ابو عبد الله وكلامه ومعرفتكم وشوفتكم والله يجمعكم ولا يفرقكم يا رب الله اني صادق يعطيكم الله تسلمون ودكم نلعب يا الربع اللي ودك بس دقيقة ترى مضاف يقول في فكرة في العطر ما بعد وصلناها سم يقول نبغى نوصلها وش انت على سم يا مضى مضاف قم ما بشيء قم ما بشيء بس انه تبي تسوق والله انه قال والله انه قال انا صمها قال في طريقه في منك مستحي يا رجال ما وش اسوي طبعا انا مضاف يا الربع طبعا عطرنا مضاف جعله يسلم كلام حق ولازم انه ينقال الصراحة مضاف هذا اول ظهور لك على الشاشة اي نعم طبعا يا الربع ما شاء الله واذكر الله انا لا طلعت كلبوا لا طلعنا نشوف المقاطع نشوف الامور اللي تطلع لنا شفت ان تسويق مضاف ذاك اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني يمتلك الكاريزما وكيف الحديث اللبق كيف الرجال لبق في كلامه يعني ما شاء الله عليه اللي يشوفه يقولك أنه معاصر الكاميرا 6 شهور 7 شهور أيوة وبيض الله وجهه ماله إلا 6 أيام 7 أيام أي والله فترى مضاف لو يستمر في البرامج هذه ترى مضاف خطير جدا والله أني أتكلم صدق مضاف ما شاء الله عليه يمتلك الكاريزما ويمتلك الأداء بالكلام جعله يطول عمره جعل والله فاله التوفيق فأمس شفت تسويقه ترى أول مرة تسوق أمس صح؟ أي الله الله يعني كيف أن الرجال يجيب أفكاره وكيف أنه سلس ولا هنا؟ هناك كان سلس في الكلام ووصل لك الفكرة باحتراف يعني عرفت شلون؟ ففي هذا أول تسويق له فبإذن الله إن شاء الله أن القادم أجمل وأنا ثقتي به كبيرة وإن شاء الله نبشر الله بس نبشر الله بس أمر السلامة من مضاف تسويق لمدة دقيقتين طيب خلنا مضاف بيسوق يا شباب فأنا أتمنى منكم أنكم تأخذون الجدية نعم في النقاش ليش؟ لأنكم تعرفون النقاش دغش دغش عرفتوا لو تناقشونا بكلمة نط عليه صحيح رجال حار رجال حار لا تطلع عليه كلمة ولا شيء خلوه وتكلموا معه بجدية سوق هذا اسمه فرد حمزة ها ذاك انا والله ما يدور فيك ثاير انا والله ما يدور والديك الجنة يطول عمرك يرضى عليك أول شيء مساكم الله بالخير جميع اليوم عندنا طالت أعماركم العطر أذار من براند لاي ليون من براند أخوي خالد السهلي الله يوفقه أول شيء ثاني شيء
العطر يا جماعة الخير مثل ما تشوفونه ما بزمن ما شاء الله تبارك الله جديد جديد صغير يا الربع أنيق ذرب. نعم ذرب غطاه يعني أنت خبرين الأطياب أحيانا بعضها يبقى هنية وثم تخرب الغطاء والزبدة فيه أمور يعني بس هذا والله أنيق يا الربع قسم بالله جودة عالية جودة عالية هذا اللي بيوصلها حتى جودة عالية ما تبقى نعم نعم ومن النار اللي شوف بخيته شوف بخيته الله بكل حب اختاره بكل حب الله جعل ربي يوفقك ان شاء الله يا ابو حمد جعلك تسلم توفيق الطيب سم سم ابشر لاني لازم اوضح لهم ابشر ابشر اول شيء يجي في هذا يا الربع الله يجي في هذا الكيس نعم في هذا الكيس الانيق اللي ما يحتاج صراحه صدق والحق ينقال ما يحتاج والله تمر هدايا وتاخذ لك كيس هذا هو جاهز في البدايه شيء ثاني الكرت اللي الكلام اللي فيه صراحه يعني يعني الشيء الواجد اللي قرينا لكم امس ما يحتاج طبعا الشيء الثاني ترانا مركزين يعني بجوده عاليه كيف ان نقدمها لك بكذا نعم لا لا يعني لا فكيت الغطاء انتم عارفين بعض العطور لو تفك الكرتون حقه طاح العطر طاح وانكسر نعم شوف يلا يا سلام هذا هو العطر فان حرصين على هذه الجوده ان العطر يعني ما يطلع لك بالساهل تفضل عاد احنا ان شاء الله لنا اسبوع باذن الله نسوق العطر هذا من اليوم ايه نعم ولا من امس الى يوم الاثنين الى يوم الاثنين ان شاء الله وطبعا فيها ضمان ذهبي اللي ما يجوز له العطر خصم اللي في خصم وأيضاً طبعا وايضا نعم حاطين لكم كود خصم نعم فممكن يطلعونها لكم على الشاشه القناه فلكم كود خصم الاسعار جدا مناسبه شرط ان العطر يكون يثبت فيك 3 ايام واذا عندك تيشيرت ولا لبسه ما تلبسها مخليها عندك في الدولاب رشها وارجع لها بعد اسبوع اذا ما ثبت اكسره وكلمنا نرجع لك فلوس نعم ترجع لها نعم نعم هذه الثقة في محلها والجودة عالية والله يوفقنا وياكم ان شاء الله اللهم امين اللهم سامي تبي تزيد شيء ولا حاجة لك ورد عمرك من يقول سالم لبيك والله والله اني ابو طبعا صالح طبعا مضاف يا الربع بكل امانة يعني ما قصر والله يا رياجين والله يا رياجيني لو اتكلم فيه منا ضاقت يوم تكسر ذي كسر الشعار الله يهديك الله يهديك الله يهديك ويصلحك ويخليك الهلك بثمه بثمه ما في بثمه ما ابوه بثمه ولا بثمه الله يصلحك يخليك انت كسر اه بعد على ما جعل ابداك جعل ابدا ابو حسن ابشر والله بلا لا لا والله جعل ابداك ما يحتاج افا يا ابو طبعا يا الربع مضف بكل امانه شهادتي فيه مجروحه يا رياجيل انا تكلمت فيه طول عمرك بدايه التدشين ايضا تكلمت فيه في نص التدشين وايضا راح اتكلم الان يا ابو حمد مضف والله العظيم انه ما قصر طول عمرك بكل امانه يا رياجيل من اول ما درينا من امس وهو يتصل والله من والله انه يقول يا رياجيل متصل علي الساعه 2 الظهر اليوم يوم قمت من النوم انا اشوف له فوق 10 اتصالات الله يرضى عليك يطول عمرك اي والله يا رياجي جعل والديك بالجنه لا لا والله ما عينا فيها اشهد علي الله فوق زمانه والله اني صادق والله اني والله خاب جعل والديك يطول عمرك جعل والديك بالجنه وانطي لنا كل امورنا ناس ما قسميتكم مضف والله العظيم انه ما قصر الله يرضى عليك ترى هو اللي جايب الترته هذه حقك انا الترته يطول عمرك بيض الله وجهك بياض الشمس يعني فانت والله العظيم يطول عمرك ما نبقي لك انك مسوق لا انت راعي محل وانت اخو الله يرضى عليك ما انت اخو والله من والله انك تمون على رقبه الله يطول عمرك والله اني صار اي والله العظيم يعني فداك والله العظيم انك تمون باذن الله نكون قد الهقوه الاسبوع ذا ان شاء الله نفوز بطيبنا اعذار وباذن اللي ما تنام عينك الوعد ان شاء الله الله اني صاعد الله قال الله نجي باذن الله باذن الله ابو حمد ابو محمد ما سوى كذا الا من طيب راس والله يجي في شربك نخصد معنا على حدك